واتهم بطل إيران بزعزعة الأمن في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها لفتح أنشطة إيران. إيران أكبر مزعزع للاستقرار في المنطقة، ونعمل مع حلفائنا لفتح أنشطة إيران، فهي تدعم الحوثيين وترسل صواريخ ذات مدى كبير لإطلاقها على المدنيين في المملكة العربية السعودية، كما يرفض الحوثيون حتى الآن توزيع المساعدات الطبية والغذائية في اليمن، ما يزيد من معاناة المدنيين.